الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال، معنا اليوم رجل أعمال المميز الأستاذ محمد سالم من اليمامة للذهب والمجوهرات. مرحبا ومسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد معنا البرنامج، ونرحب فيك من برنامج رواد الأعمال، ونتمنى تعرفنا بداية مزيد عنك وعن بداياتكم مع مجال الذهب والمجوهرات. مرحبا ومسهلا فيكم، معك محمد سالم بن سعد، مدير عام شركة اليمامة للذهب والمجوهرات، أحد فروع مجموعة بن سعد التجارية. تأسست الشركة عندنا في أواخر التسعينات الميلادية. أستاذ محمد، ممكن تخبرنا ما هي المجوهرات والألماسيات اللي تميزت اليمامة؟ احنا تقدم شركتنا جميع المنتجات اللي تخص مجال المجوهرات وعلى طلب الزبون، ونتميز ببعض اللمسات الخاصة بنا من أشكال معينة أو تصاميم أو براندات خاصة بنا باسم شركتنا. وأيضا تقدم الشركة مشغولات ذهبية متنوعة مثل الطراز الشعبي الإماراتي اللي هو الطراز التراثي، وأيضا في خطوط متنوعة كثيرة منها الخطوط الخارجية أو الخطوط الخط الكويتي، الخط البحريني، الخط السعودي. نوفر جميع الخطوط تقريبا في مجالنا هذا، بالإضافة إلى الخطوط الخارجية اللي هي الخطوط الماليزية أو الصينية أو التركية الميكرو بشكل عام. يعني أستاذ محمد، بعد النجاح الرائع والسمعة والثقة اللي اكتسبتوها من عملائكم، ما هي الخطة والرؤية المستقبلية لليمامة؟ نطمح أن نكون من أبرز رواد الذهب والمجوهرات في دولة الإمارات العربية المتحدة. نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. الله يطول عمرك. نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة شيوخا وحكاما وشعبا على توفير البيئة الخصبة لمجال التجارة، وعلى التسهيلات التي قدمتها لنا الدولة في مجال التجارة ومجال الأعمال بشكل عام. أستاذ محمد، نهاية بدنا نشكرك وتخبرنا وتخبر جميع المشاهدين اللي بيتابعوه كيف نقدر نوصل ونتواصل مع اليمامة. موقعنا يا طول العمر في سوق الذهب في دبي في بناية هند بلازا 7. أيضا عندنا فروع أخرى في نفس السوق موجودة، راح نعطيكم باقي البيانات كامل. وأهلا وسهلا في الجميع، تشرفونا وتنورونا في مكانكم، وإحنا في خدمة الجميع إن شاء الله، وشرفتونا بالزيارة الطيبة. شكرا جزيلا أستاذ محمد، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. نشكرك على تواجدك. الله يطول في عمرك وزيارة طيبة. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.